ثبت عن الإمام الأوزاعي كما في مسند الدارمي، أظنه في مسند الدارمي، أن الشيطان قال لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ قالوا: نأتيهم من كل طريق. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: هيهات هيهات، ذاك أمر قرن بالتوحيد. فقال: لأصنعن لهم شيئا يذنبون فلا يستغفرون منه. فصنع لهم الأهواء، وذلك لأنه إذا أوقعهم في الأهواء فإنهم في ذنب مستمر ويظنون أنهم على هدى فلا يستغفرون، فيكون مآلهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. وهؤلاء هم الذين أشار الله عز وجل إليهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.